فيقول يا روحي اللي عن الهفوات مانعها لو كان من صوبها يحدان يا الحادي هي ودها تمشي دروب ما تسعها وانا ما ودي بدرب فيه نقادي اجاهد النفس لين تصد واقنعها عن زاد ما هو بقدر اللي ولا زادي مخافة الله في دربي تطوعها وليهد الله روحي صح صح فوادي روحي على اللي خلق روحي مودعها عسى وانا ابو فهد يهديني الهادي يا زين صوت المؤذن يوم ينشعها اللي يكبر باسم الله وينادي الله اكبر على الافاق موسعها والخير والشر فيها صار متلادي المؤمن اللي يفكر في مودعها عنده يقينا بعد الزرع حصادي والجاهل اللي يباريها ويذرعها ويرصد لها في خلايا مخها رصادي.